الدكتورة غادة والي، حاصلة على ليسانس من كلية اللغات والأدب من جامعة كولورادو الأمريكية في عام 1987، كما حصلت على الماجستير في الأدب والإنسانيات من الجامعة نفسها في عام 1995، وهي تجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. عملت الدكتورة غادة والي كخبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت عضواً في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة. تم تعيينها من قبل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق كأمين عام لصندوق الاجتماعي للتنمية، خلفاً من الدكتور هاني سيف النصر الذي تم تعيينه كرئيس بنك الاستثمار العربي. ومؤخراً التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الحالي بالدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وكلفها بتولي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلفاً للدكتور أحمد البرعي، ليلقي على عاتقها مسؤولية كبيرة عادة ما يعاني منها المواطن المصري البسيط. وليد فريد.